لماذا وصف المبعوث الأممي إلى اليمن تصعيد الحوثيين بالمثير للجزع والمخيب للآمال؟ سؤال فرضه السياق الراهن للأزمة والحرب، والذي بدت فيه الهجمات الحوثية على الرياض وجيزان وكأنها خروج عن تفاهمات وإرباك للترتيبات. موقف المبعوث الأممي جاء في بيان وزعه مكتبه الأحد، واعتبر فيه تصاعد الأنشطة العسكرية البرية والجوية في اليمن، وخاصة في محافظة مارب وما حولها، والهجمات التي تبناها الحوثيون ضد المملكة بأنه يتعارض مع ما أعلنه أطراف النزاع من التزام بالعمل على وقف إطلاق النار، كما يتعارض مع استجابتهم الإيجابية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء القتال. وأكد غريفيث أن الهجمات التي تمس المدنيين أو الأهداف المدنية بدون تمييز سواء داخل اليمن أو خارجه هي هجمات غير قانونية ومستهجنة، متمسكاً بالقدر الأقصى من الانضباط في مفرداته حيال السلوك التصعيدي الأخير لميليشيا الحوثي، فيما حرص على التحذير من وباء كورونا، بتأكيده أن اليمن يحتاج إلى أن يركز قادته كل دقيقة من وقتهم على تجنب وتخفيف العواقب الوخيمة المحتملة لتفشي فيروس كورونا. هكذا إذن تحل كورونا محل الإرهاب في سياق الاستخدام المكثف للمفردات من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، والذي بات أيضاً يستخدم مصطلح القبائل في خضم الأزمة الراهنة باعتبارها طرف أساسي في هذا الصراع، والأمر مرتبط بشكل خاص بزيارته الأخيرة إلى مارب التي اشتد الضغط العسكري عليها من جانب الحوثيين في وقت تمثل فيه هذه المدينة معقلاً مهماً من معاقل الدولة اليمنية بكل تمثلاتها السياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية. الحوثيون ردوا على المبعوث الأممي بالتذكير أن الذي يصعد هو التحالف، وأنه من غير المنصف السكوت عن القصف والتصعيد السعودي، كما جاء في تغريدة لمحمد علي الحوثي، تغطية مفضوحة من جانب الحوثيين على محاولاتهم المستميتة لتحقيق اختراق عسكري في صرواح يوصلهم إلى مارب. الغائب عن أخطر هذه التطورات التي تجري على الساحة اليمنية هي الشرعية، التي ينصرف اهتمامها على تلبية المتطلبات الملحة للتحالف بهندسة ما تبقى من واجهة الشرعية، حتى لا يبقى وزير أو مسؤول أو قائد مرتبط بالمشروع الوطني الذي غاب في خضم التبدلات السريعة في أجندات التحالف ومواقفه وسياساته تجاه اليمن.